هذا الطريقة مجددا على الحاجل عبر الكرة، عندما الكرة تصطدم بالسد الدفاعي مجددا ترجع الكرة باتجاه مهدي على الحاجم وراء على الحاجر، هذا الكرة يراوغ على الحاجم مثلا يقاتل على الحاج خطير جدا جول بدل لعب على الحاج هالمرة ما في تسلل كل على الحاج هذا الاثنين واحد واخيرا فريد نجمي يسجل داخل الشباك شو هاللعب على الحاج.